وخلف الميدل اير كافيتي. هذا انتيرير، هاي الجهه اللي عاد اشرها هاي انتيرير، وهاي بوستيرير. اذا تذكرون بالاناتومي، بوستيرو سوبيرير او بوستيريرلي التيمبانيك كافيتي او ميدل اير كافيتي كونكتد تو ذا ماستويد ثرو وات وي كولد الاديتاس. زين، هاي المنطقه يسموها اتيك اريا. اتيك بالعربي معناتها عليه او فد حجره صغيره موجوده بالحائط، هاي يسموها عليه او اتيك اريا. فهاي الاتيك هي الموست كومن سايت اوف باثولوجي ان اتيكو انترال ديزيز او اتيكو انترال كرونيك سابيرتيف اوتيتس ميديا. عاده الانفكشن انفولفينج ذس اريا of the middle ear cavity, the posterior superior area, will extend to the mastoid. من هون جت تسمية اتيكو من الاتيك اريا وانترال من الماستويد انترم. واضح؟ زين. طبعا الاتيكو انترال كرونيك سابيرتيف اوتيتس ميديا عادة الانفكشن not involving the lining mucosa of the middle ear, but it may invade the underlying bone. يعملنا periosteitis واوستيايتس وبون ايروجن. من هالمنطلق جت الكومبليكيشنز اللي ممكن تصير معاها، على عكس السيف تايب. عاده السيف تايب هي مثل ما حكينا سيكولي اوف اكيوت اوتيتس ميديا، اكو انفلاميشن، اكو انفكشن انفولفينج ذا لايننج ميوكوزا. بينما الاتيكو انترال عاده الانفكشن اكستند ديب اند كوز بون ايروجن. هاي وحده. اثنين، اكو فد مصطلح عندنا بالاي ان تي كلش مهم مكتوب بالاحمر عندكم قدامكم، نسمينه كوليستياتوما. طبعا كوليستياتوما هاي الاوما تشبه الاوما مال تيومرز، بس هو هذا التسميه طبعا كومبليتلي اواي فروم ذا باثولوجيكال تايب اوف ذيس ديزيز. هو رونجلي بالبدايه سمونه كوليستياتوما، مشيت التسميه علينا كوليستيات. هو اصلا لا تيومر حتى تسمى اوما، ولا كونتين كوليسترول حتى جت تسميه الكوليستياتوما. بس هو من البدايه، اول ما شافوا هذا الديزيز واكتشفونه عطوا تسميه كوليستياتوما، مشيت لحد الان الكوليستياتوما. بس هو ترولي ات از نوت ا كوليسترول اور نوت ا ترو تيومر. زين، اذا نيجي نعرف الكوليستياتوما هي اشني. شوفوا بالصوره هاي، ات از اساك، هي مثل كيس يتكون من 3 بارتس. البريماتريكس او الاوتر لاير، يعني الاوتر لاير يسموها بريماتريكس. هاي البريماتريكس بيها فايبرس تشو وريليز لايزوزايم بروتيوتيك انزيم تعمل ديستركشن للسراوندينج ستراكشر. هاي الاوتر لاير. بعدين تجي اللاير اللي هي الماتريكس اللي هي اللاير اوف ذا ساك. هاي الماتريكس تتكون من كيراتينات ستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم. يعني اشنو؟ يعني سكن كيراتينايزد ستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم، يعني سكن، يعني مثل السكن. فهي ساك الماتريكس مالتها هو سكن ستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم، وهذا الستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم يعمل دي سيكوميشن مع الوقت. هاي الابيثيليوم يصير فيها شيدنج، بس الشيدنج ماله ما يصير للاوتر سايد، يصير انورد للداخل. فايش راح يصير؟ راح يصير اكيوميليشنز of desquamated epithelium with time layer by layer in concentric fashion. يعني مثل القشر مع البصل، مثل البصلة من تقصة بها layers من الداخل، نفس الفكرة. هاي الساك من برا بها perimatrix ومحوطة fibrous tissue. هاي fibrous tissue والgranulation tissue تفرز انزيم، هاي الانزيم تعملها destruction للsurrounding structure. هاي وحدة. اثنين، هاي الساك مع الوقت تكبر. ليش؟ لانه الماتريكس مالتها اللي هي ستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم تعمل ديسيكوميشن للداخل فتكبر، لان راح يصير مع الوقت اكيوميليشن اوف ديسيكوميتد ابيثيليوم وتكون اتجاهها للداخل. فمع الوقت هاي الساك راح تكبر، مع اللايزوزايم اكشن راح تبدي تعمل ايروجن للسراوندينج ستراكشر. فالبيهيفير ماله يشبه التيومر، يعني الجروث ماله يشبه، بس هي ما ترو تيومر، اتز نوت ا تيومر. واضح؟ فهذا الجروث مالتها راح يعمل لنا اشنو؟ هي الميدل اير كافيتي فد سمول نارو كافيتي. هاي الساك مع الوقت راح تبدي تكبر، مع الاكشن من مال الانزيم اللي تفرزه من الاوتر لاير راح تعمل ايروجن للاوسيكلز، راح تعمل ايروجن اكوردنج تو ذا دايركشن اوف جروث. اذا الجروث مالتها يكون للميديال وول اوف ذا ميدل اير راح تعمل انفيجن للانر اير. اذا كان الانفيجن ماله بوستيريرلي
راح تعمل انفيجن للماستويد. اذا كان الانفيجن ماله سوبيريرلي راح تدخل انتراكرينيالي، وهكذا اذا انفيريرلي عندنا جيجولار بلب راح تعمل لنا ثرومبوفليبايتس. فمن هالمنطلق جت الكومبليكيشنز اللي ممكن اسوشيتد وذ ذس ديزيز. اذا نجي نعرف الكوليستياتوم هي اساك اوف كيراتيناس كويمس ابيثيليوم containing keratinous debris and surrounded by granulation tissue. In the other word, it is a skin in wrong place. يعني هي قطعة من السكن موجودة داخل middle ear cleft. مثل ما حكينا surface epithelium زين اللي هو skin راح produce desquamated epithelium وكيراتين واللي accumulated in the center of the sac ومع الوقت هاي الساك راح تكبر، بينما الجرانيليشن تشو اللي موجود بالبريماتريكس يفرز لنا انزيم وهاي اللايزوزيم او الانزيم تعمل لنا destruction للسراوندينج ستراكشر. زين نرجع نقول الكوليستياتوما it is not a tumor although if untreated it will continue to grow and expand causing destruction to the surrounding structure. ومثل ما حكينا according to the direction of growth راح تنتج ال complications طيب زين نيجي هاي الكوليستياتوما الاوريجن مالتها من وين؟ يعني هاي الكوليستياتوما ليش صارت؟ اكو طبعا عده ثيوري هي كونتروفرسي بيها عده ثيوري. اذا نيجي نقسم الكوليستياتوما انقسمها الى congenital واكواير. الكونجينيتال شافوا اكو طبعا كلش رير قسم من المرضى انه الكوليستياتوما ساك تكون behind the intact tympanic membrane وشافوه بالearlier age group قالوا هذه epidermoid او epidermal element during embryological life trapped in the middle ear cavity وبعدين تتحول الى ساك وتنتج لنا كوليستياتوما. هاي وحده من الثيوري هاي congenital type. طبعا ال symptoms مالتها according to the size وال site مالتها ممكن hearing loss ممكن اذا صار growth ودخلت للانر اير تعملها sensor neural hearing loss ممكن vertigo ممكن facial palsy وهكذا. بالنسبه للacquired type الacquired بيها 3 theories هاي مهم تفتهموها تعرفوها لان ممكن تجيكم بالامتحان. الacquired theory بيها 3 theories invagination theory قالوا هذه theory على حسب هاي الثيوري يقولون انه تيمبانيك ممبرين اذا هذا الدايجرام تنتبهون علينه هاي الاكسترنال اوديتوري كانال هذا التيمبانيك ممبرين هاي الميدل اير كليفت وهاي الاوسيكلز. الميدل اير كليفت الاريشن ماله يجي من الاستيكن تيوب. اذا المريض عنده استيكن تيوب ديسفانكشن الاريشن بهالمنطقه بالميدل اير كليفت راح تتغير راح يصير البريشر داخل الميدل اير كليفت نيجاتيف. هذا النيجاتيف بريشر ايش راح يعمل لنا؟ هاي طبعا كلها بوني بس اللاترال وول اللي هو التيمبانيك ممبرين فليكسبل فراح يسحب لنا التيمبانيك ممبرين انورد. وايما بارت اكثر بارت راح ينسحب اللي متكون من تو لاير اللي هو الباريس فلاسيدا. اذا تتذكرون بالمحاضره الاولى دكتور سعد اعطاكم اياه انه التيمبانيك ممبرين بينه تنسا وفلاسيدا باريس تنسا وباريس فلاسيدا. الفلاسيدا اللي هي سوبيريور بوستيريور بارت يكون فليكسبل فراح يصير بينه ريتراكشن مثل ما تشوفون. هذا الريتراكشن مع الوقت راح يعمل لنا بوكيت. هاي البوكيت اللايننج مالتها هي الاوتر لاير مال التيمبانيك ممبرين اللي هي سكن. اذا تعرفون انه التيمبانيك ممبرين الاوتر لاير مالها هي سكن والانر لاير مالتها هي اللايننج مال الميدل اير اللي هي ريسبيراتوري ميوكوزا. فمن راح يصير ريتراكشن بوكيت اللايننج مالته راح يكون سكن ومع الوقت هذا البوكيت راح ينفصل تماما عن التيمبانيك ممبرين وراح يكون عباره عن ساك لايند باي سكن وراح يكبر مع الوقت وراح يتحول الى كوليستياتوما. هاي وحده هاي اول ثيوري. الثيوري الثانيه العفو الثيوري الثانيه هي الامايجريشن ثيوري. الامايجريشن ثيوري انه يصير اكو فد بيرفوريشن هوني بهالمنطقه ما بهاي الصوره بالثالث الصوره الثالثه. اذا صار بيرفوريشن بالتيمبانيك ممبرين الايدج اوف ذا بيرفوريشن الاوتر ايدج هي سكن مثل ما حكينا. فهذا السكن قسم من عنده راح يمايجريت راح يهاجر ويدخل داخل الميدل اير كليفت وراح يكون ك سكن ان رونج بليس مثل ما حكينا. ومع الوقت هذا السكن راح يلف على نفسه ويتحول الى ساك لاين باي سكن وراح يكبر مع الوقت وراح يتحول الى ساك اوف كوليستياتوما. هاي يسموها الامايجريشن ثيوري. والثيوري الثالثه هي الميتابليزيا. الميتابليزيا انه
شافوا انه قسم من المرضى ريكرنت ميدل اير انفكشن بارت من الريسبيراتوري ميوكوزا اللي هي لايننج اوف ذا ميدل اير كليفت راح يصير بها ميتابليزيا، راح تتحول من ريسبيراتوري ميوكوزا الى سكويموس ابيثيليوم، وهذا السكويموس ابيثيليوم مع الوقت راح يتحول الى ساك وراح يكبر وراح يتحول الى كوليستياتوما. فعندنا 3 ثيوري، الانفاجينيشن ثيوري بالبدايه اكو ريتراكشن بوكيت وينفصل ويتحول الى ساك، ان مايجريشن ثيوري الايدج اوف ذا بيرفوريشن من الايدج سكويموس ابيثيليوم راح يهاجر للميدل اير كليفت وراح يتحول الى ساك اوف كوليستياتوما، والميتابليزيا ثيوري انه جزء من الريسبيراتوري ميوكوزا which line the middle ear cleft راح يصير بها ميتابليزيا وراح تتحول الى سكويموس تايب وبالتالي تتحول الى كوليستياتوما. شوفوا هاي الصوره، هذا التيمبانيك ممبرين، هذا الاتيك ريجن، وهاي البارس فلاسيد اللي حكينا عليها. شوفوا هذا الريتراكشن بوكيت، هذا الريتراكشن بوكيت اكو فد ريتراكشن زين، هذا اللي نشوفه كانه بيرفوريشن بس هو ما بيرفوريشن، هو بارت من التيمبانيك ممبرين صار فيه ريتراكشن، ومع الوقت راح هذا الريتراكشن بوكيت يكبر ويكبر ويبدي النهايه ماله تصغر وينفصل عن التيمبانيك ممبرين ويتحول الى ساك داخل الميدل اير كليفت. طبعا الكوليستياتوما من صار بيها ساك وصار دبريز ودي سيكويمات ابيثيليوم يكون بريديسبوز تو يعني سايت اوف انفكشن. فالبكتيريا اللي انفولفد ان كوليستياتوما هي بولي مايكروبيال، اذا نيجي نقارنها بالتيوبو تيمبانيك تايب هي تقريبا مشابه لها، بس اكو بريدومينانت اوف سيدوموناس انفكشن والان ايروب والجرام نيجاتيف مايكرو اورجانيزم. كلينيكلي المريض اللي عنده كرونيك سابيريتيف اوتيتس ميديا وذ كوليستياتوما البرزنتيشن مشابه للتيوبو تيمبانيك تايب، يجي وذ هيرنج لوس، بس التايب اوف هيرنج لوس اذا نقارنها بالسيف تايب يكون الكوندكتيف تايب يكون مور سيفير، وممكن اسوشيتد وذ سنسوري نيورال اذا الكوليستياتوما انفيد ذا انر اير. اذا هاي الكوليستياتوما راحت على الانر اير راح يصير هيرنج لوس والتايب ماله راح يكون سنسوري نيورال، بينما السيف تايب جاست كوندكتيف. الديسشارج اذا تذكرون بالتيوبو تيمبانيك يكون بروفيوز وميوكوبيرولنت، بينما بالكوليستياتوما لانه سكن يكون سكانتي وعاده يكون بيورلنت ما ميوكوبيرولنت، لانه السورس مالته ما ميو ما ريسبيراتوري ابيثيليوم، السورس مالته هو سكن، فالديسشارج ماله يكون بيورلنت ويكون سكانتي وايضا اوفنسيف مثل ما حكينا المايكرو اورجانيزم هي سيدوموناس وان ايروب، وعاده هذول الديسشارج مالتهم يكون اوفنسيف، بينما السيف تايب يكون اودرليس. وممكن البرزنتيشن وذ كومبليكيشن مثل ما حكينا اذا الكوليستياتوما انفيد ذا سوبيريرلي انتراكرينيال المريض راح يجيك وذ نيورولوجيكال برزنتيشن، اذا انفيد ذا فالوبيان تيوب اللي داخله الفيشيال نيرف راح يجيك وذ فيشيال بالسي، اذا انفيد الانر اير راح يجيك المريض وذ سنسوري نيورال هيرنج لوس مثل ما حكينا فيرتيجو زين ديو تو انفولفينج اوف ذا انر اير. اذا نجي نفحص المريض طبعا البرزنتيشن ماله تختلف، شوفوا هذه البيكتشر، هذا التمبرنج ممبرين، هاي الاتيك ريجن والبارس فلاسيدا، شوفوا هذا السايت كانه سايت اوف بيرفوريشن، ممكن يكون بيرفوريشن وممكن يكون اورفيس اوف ريتراكشن بوكيت، وبالحالتين هم كوليستياتوما تايب زين، لانه البيرفوريشن يكون بالاتيك ريجن او يكون مارجينال، يعني البيرفوريشن شوفوا هذا ايضا اتيك ريتراكشن بوكيت او بيرفوريشن يكون مارجينال، لان حكينا التيوبو تيمبانيك والسيف تايب البيرفوريشن يكون سنترال، بينما بالكوليستياتوما والانسيف تايب عاده البيرفوريشن يكون مارجينال، ومن البيرفوريشن ممكن نشوف الساك اوف كوليستياتوما مثل ما تشوفون بهاي الصوره، فد وايد ساك اوكيوباينج ذا بيرفوريشن سايت، هاي الكوليستياتوما. ممكن نشوف مكان الكوليستياتوما، ممكن نشوف جرانيوليشن تشو، ممكن نشوف شوفوا هاي كوليستياتوما وايد تشيزي ماتيريال، ممكن نشوف جرانيوليشن تشو فروم ذا اتيك ريجن. زين اذا نجي نفحص المريض بالتونينج فورك راح نرجع اما عنده كوندكتيف تايب اوف هيرنج لوس او عنده سنسور نيورال اليمنت مثل ما حكينا. اكو فد موضوع مهم يسمونه فيستولا ساين، جماعه العملي الجروبات اللي اخذوا عملي راح يعرفون ايش اقصد بالفيستولا ساين. شوفوا هاي الكوليستياتوما، هذا الدايجرام حلو، هاي الكوليستياتوما ممكن مثل ما حكينا انفيد ذا انر اير، وممكن ما انفيد ذا كوكليا which cause sensory neural hearing loss، ممكن انفيد ذا فيستيبولر او البارت اللي مسؤول عن الاكوليبريم، اما الفيستيبول او السيمي سيركولر كانال، واي بارت من السيمي سيركولر عاده الهوريزونتال تايب
او الهوريزنتال سيمي سيركولر كانال هي عاده تكون قريبه من الميدل اير كريت. فاذا صار انفيجن للسيمي سيركولر كانال راح تعمل ايروجن وراح يصير اكو ابنورمال كونكشن بين ذا انر اير اند ذا ميدل اير. هاي الابنورمال كونكشن يسموها فيستشولا. اكو فد انسترومنت احنا نستخدمه يسمونه سيجل. هذا السيجل فد نيماتيك انسترومنت ندخله داخل الاكسترنال اير ونبني نضغط على البالون اللي موجود او البلب اللي موجود بيها، راح يغير لنا البريشر بالاكسترنال اير، وهذا تشينج ان بريشر راح ينتقل للميدل اير. بالنورمال سيركمستانسز راح تشينج ان بريشر راح يبقى بالميدل اير، ما راح ينتقل على الانر اير، لانه الميدل اير معزوله عن الانر اير باي بون. بس اذا المريض عنده كوليستياتوما وعملت ايروجن للانر اير وصار اكو فيستشولا بتوين ذا ميدل اند ذا انر اير، فبنجيب هاي الانسترومنت ونغير البريشر بالميدل اير، راح هذا تشينج ان بريشر يتغير داخل الانر اير عن طريق هاي الفيستشولا. فالمريض اذا عنده هاي الفيستشولا ونعمل له هذا المانوفر راح نشوف انه المريض يعاني من فيرتيجو، واذا نشوف عين المريض راح يبدي يصير عنده نستاجماس. اذا صار هذا الفيرتيجو والنستاجماس راح نصل النتيجة انه هاي الكوليستياتوما بهذا المريض كان عملت انفيجن للانر اير، ومعناته هذا المريض لازم نعمله اكسبلوريشن از ايرلي از possible. فبالإكزامينيشن لازم نعمل الفيستولا ساين أو الفيستولا تيست يوزنج السيجل اللي هو هسه شفتمه، هذا نسمينه سيجل نيماتيك سبيكولا. إذا ندز المريض فور انفستيجيشن، إذا اكو ديسشارج ندزه فور كلتشر وسنسيتيفيتي حتى نطعي الابروبريت تايب اوف انتي بايوتيك. إذا ندز المريض على بيور تون اوديوجرام مثل ما حكينا، إما نشوف كوندكتيف تايب أو كوندكتيف والسنسوري نيورال مثل ما تشوفون بهذا الدايجرام. اكو فد اير بون جاب والاير كوندكشن لور ذان نورمال ديو تو سنسوري نيورال اليمنت، فنشوف ميكس تايب هيرنج لوس مثل ما تشوفون بهذا الدايجرام. اذا دز المريض اكس راي، طبعا الاكس راي ما كثير تفيدنا بالكوليستياتوما، قبل كانوا يدزوها اذا الكوليستياتوما اكستنسيف انف تو كوز ديستركشن للماستويد وتحولها الى كافيتي، فراح نشوف كافيتي او اوستيوليتيك ليجن بالاكس راي. بس عاده احنا نستفاد من السي تي سكان مثل ما تشوفون هذا الاكزيال فيو، هاي الميدل اير كليفت، هاي الاكسترنال اير الكارتيجينوس بارت وهذا البوني بارت، وهاي الميدل اير كليفت. شوفوا الميدل اير كليفت لازم يكون اسود مثل هذه الاريا، ماكو اي سوفت تشو ماس، بينما شوفوا هون اكو سوفت تشو ماس اوكيوباينج هذا انتيرير هذا بوستيرير، occupying the posterior part of the middle ear cleft، وكان عمل erosion لل posterior bony wall وحتى لل skull base. شوفوا عمل erosion للبون مثل ما حكينا الكوليستياتوما by growth تعمل erosion لل surrounding structure، وعملت هون erosion لل posterior wall of the external auditory canal وال skull base. شوفوا هذا other diagram، هذه middle ear cleft شوفوا اكو soft tissue mass، هاي طبعا ال ossicles بها erosion زين بها ايروجن نتيجه الكوليستياتوما، هاي سوفت تشو ماس هي عباره عن كوليستياتوما. زين نجي للتريتمنت اوف كوليستياتوما. طبعا كوليستياتوما ماكو رول اوف ميديكال تريتمنت، اذا كان اكو انفكشن ممكن ننطي كورس اوف انتي بايوتيك، بس الانتي بايوتيك سيستميك عاده ما يصلب بافيشنت كونستريشن للكوليستياتوما لانه ما فيها بلاد سبلاي. توبيكال ميديكيشن ممكن نستفاد من عنده تصل للكوليستياتوما، بس عادة إذا كان الانفكشن يكون سيفير عادة ما نستفاد 100%، ممكن يقلل لنا من السيفيريتي اوف ذا انفكشن بس ما ينهي لنا هو. ولهذا التريتمنت اوف كوليستياتوما هي سيرجيكال. وين ايفر يو سي كوليستياتوما النكست ستيب هي سيرجيكال ريموفال اوف كوليستياتوما. والايم مالتنا مال التريتمنت هو تو ايراديكيت اول ذا ديزيزد تشو، يعني الايم مالتنا هي من نجي ندخل داخل الميدل اير لازم نشيل كل الكوليستياتوما ساك وات ايفر انه نشيل معها اي بارت من الميدل اير، يعني اذا كان اكو ايروجن وانفولفمنت للاوسيكل نشيل مع الساك نشيل الاوسيكل ما مشكله، لانه بالنكست بالخطوه الثانيه راح نعمل ريكونستراكشن اوف ذا هيرنج ميكانيزم افتر سكيور ذا ميدل اير وريموف اول ذا دينجرس تشو فروم ذا ميدل اير. طبعا الانسجن بوست اوركولر انسجن مثل ما تشوفون بالصوره بوست اوركولر، هاي الاكسترنال اوديتري كانال نحن نجي بوستيريرلي نفوت نفتح كل الماستويد اير سيلز وندخل للميدل اير وكل الكوليستياتوما ساك
نشيله، ومثل ما حكينا حتى الاوسيكلز الابنورمال اوسيكلز ممكن نشيله، وبعد ما نشيله ممكن نعمل ريكونستراكشن اوف ذا هيرينج ميكانيزم. هذا فيما يخص الكوليستياتوما. نيجي على الموضوع الثاني واللي هو الاخير بهاي المحاضره، اللي هو الكومبليكيشنز which associated with otitis media. اقصد بالكومبليكيشن associated with otitis media الاكيوت والكرونيك. يعني هاي الكومبليكيشنز تيجي مع الاكيوت otitis media وتيجي مع الكرونيك otitis media بالتو تايبس مالت السيف والانسيف تايب. طبعا الروت اوف انفكشن، نحن الانفكشن اللي confined to the middle ear، اذا confined to the middle ear cleft ما راح ينتج لنا اي complication، بس ممكن الانفكشن spread beyond the middle ear cleft. طبعا الروت اوف spread اما by direct extension، يعني الانفكشن extend directly from the middle ear cleft، اما superiorly مثل ما حكينا بحاله الكوليستياتوما intracranially او medially through the oval and round window to the inner ear then، او inferiorly للجيجولار بالب ويعملنا thrombophlebitis، او through the venous drainage of the middle ear cleft تعملنا thrombophlebitis، why thrombophlebitis extend beyond the middle ear cleft، او through the fracture line اذا المريض عنده skull base fracture او previous operation. طبعا السكال fracture line راح ما healed completely by bone بس by fibrous tissue، فممكن الانفكشن extend through this fracture line beyond the middle ear cleft، ولاستلي واللي هو rarely through the blood transmission يعني hematogenous. اذا نجي نقسم الكومبليكيشن اوف otitis media نقسمها الى intracranial complications و extracranial complications. extracranial complications يسموها intratympanic. انتم بالسهولة عندكم intracranial و extracranial. مثل ما حكينا اذا الانفكشن extend from the middle ear cleft superiorly راح يدخل داخل الكرينيوم ويعمل لنا intracranial complication. طبعا التايب اوف complication هي had wide range of complication، اما extra dural مثل ما تشوفون هذا اذا هذا الدايجرام، اذا above the dura يسموه extra dural abscess، او sub dural below the dura، او meningitis inside the subarachnoid space يعمل لنا meningitis، او داخل البرين يعمل لنا brain abscess. طبعا البرين abscess عاده بالtemporal region temporal loop abscess، عاده temporal loop abscess source ماله هو from the ear. زين، او ممكن يعمل لنا lateral او sigmoid sinus thrombosis او otitic hydrocephalus. راح احكي على lateral او sigmoid sinus thrombosis والotitic hydrocephalus ايش تقصد بيها. شوفوا هذا الدايجرام، عندنا الانترنال جيجولار فين راح يجي يتحول الى جيجولار بالب بالفلور اوف ذا ميدل اير كليفت، وبعدين راح يصير بينه كيرفتشر بوستيريالي للسيجمويد ساينس ويدخل انتراكرانيالي. اذا كان اكو انفكشن بالميدل اير كليفت وهذا الانفكشن وصل الجيجولار بالب او وصل السيجمويد ساينس، راح يعمل لنا شوفوا اذا الانفلاميشن وصل هذا، شوفوا هذا الدايجرام، اذا الانفلاميشن وصل الفين راح يعمل لنا ثرومبوفليبايتس، وداخل الفين ممكن يعمل لنا ثرومبس. هاي الثرومبس سموها ميورال ثرومبس. ممكن هاي الثرومبس اذا الانفكشن استمر راح تكبر وراح تسد لنا الفين وراح تتحول الى اوكلودينج ثرومبس، وممكن هاي الثرومبس تكون سورس اوف انفكشن تتحول الى سيبتيك ثرومبس. طبعا هاي الثرومبس ممكن يصير بيها شاورينج سوبيريرلي وتدخل داخل الفينس درينج اوف ذا برين. زين، فالانفكشن اذا بقى للوول راح تعملنا لاترال او سيجمويد ساينس ثرومبوفليبايتس. اما اذا هذه الثرومبوفليبايتس بروجريس وصار اكو ثرومبس داخل الفين وعمل اوكلوجن، راح هذا الاوكلوجن امبيد ذا درينج ذا فينس درينج اوف ذا برين. شوفوا هذه الصوره الثانيه، هذا الانترنال جيجولار فين مثل ما حكينا، وهذا الجيجولار بالب، وهذا السيجمويد ساينس. زين، اذا هالمنطقه صار اكو ثرومبس وسد لنا الفينس درينج، راح يسد لنا الفينس درينج اوف ذا برين، واذا سد لنا الفينس درينج اوف ذا برين راح يعمل لنا هيدروكيفالوس. هذا الهيدروكيفالوس ديو تو اير ديزيز يسمونه اوتيتيك هيدروكيفالوس. الاوتيتيك هيدروكيفالوس بهذا المريض اكو انكريز اوف ذا انتراكرانيال بريشر وذ نورمال سي اس اف فايندينج. نورمال يعني اذا نيجي نفحص السي اس اف هي نورمال، بس المشكله هي بالفينس درينج اوف ذا برين نتيجه الاوكلوجن اوف ذا سيجمويد ساينس او جاجولار بالب ديو تو ثرومبوس كوز باي انفكشن فروم ذا ميدل اير. البرزنتيشن اوف بيشنت presented with intracranial complication due to otitis media
انه المريض عنده هيستوري اوف اوتيتس ميديا اكو ديسشارجنج اير ميوكوبيرولنت هيرنج لوس، ومعاها يجي with persist كايرلي ساين فيفر وبرزيستنت هيديك. مع الوقت اذا كان المريض بدا يعاني من ديكريز ليفل اوف كونشسنس وذ اتاك اوف سيجر، هاي معناته المريض وصل الى ليت ستيج. كانفستيجيشن عاده اي كومبليكيشن ريليتد تو ذا كرانيوم او انتراكرانيالي، عاده الانفستيجيشن اوف تشويس هو الام ار اي وذ لمبر بانكتشر تو اكسكلود المننجايتس. طبعا الاوتيتيك هيدروكيفالوس مثل ما حكينا السي اس اف فايندينج تكون نورمال. التريتمنت عاده تيم وورك، يحتاج الى تيم وورك من قبل النيوروسيرجن والاوتو لارنجولوجيست. بالبدايه النيوروسيرجن لازم يعالج الانتراكرينال كومبليكيشن، وافتر ستابلايز ذا كونديشن اوف ذا بيشنت يجي الاوتو لارنجولوجيست ديل وذ ميدل اير انفكشن. هذا فيما يخص الانترا كرينيال كومبليكيشنز. بالنسبه للاكسترا كرينيال كومبليكيشن عندنا فور كومبليكيشن: الماستويدايتس، لابرنثايتس، بيتروسايتس، وفيشن نيرف باراليسيس. طبعا هذا الصوره خليت لكم اياها حتى تعرفون الماستويدايتس والبيتروسايتس والفيشن نيرف باراليسيس ليش يصير. شوفوا التيمبورال بون بينه عده اقسام. البارت السوبيريور بارت هذا يسمونه سكويموس بارت اوف ذا تيمبورال بون. هذا البارت اللي بينه الماستويد بروسيس هذا يسمونه الماستويد بارت اللي داخله الماستويد اير سيلز، بينما اللي داخله الاكسترنال اوديتري كانال والميدل اير كليفت يسمونه التيمبانيك بارت اوف ذا تيمبورال بون، هذا من اللاترال سيرفيس. بينما من الانر سيرفيس اكو فد بارت يسمونه بيتروس بيراميد او البيتروس بارت اوف ذا تيمبورال بون. فاذا كان اكو انفكشن بالميدل اير كليفت واكستند للماستويد بارت اوف ذا تيمبورال بون راح يعمل لنا ماستويدايتس اللي راح نحكي عليها. اما اذا الانفكشن اكستند للبيتروس بارت اوف ذا تيمبورال بون راح يعمل لنا بيتروسايتس، وهذا كلش رير، هذا كلش رير. اما اذا انفولف ذا فالوبيان تيوب اللي هو داخل التيمبورال بون، اكو داخل التيمبورال بون بالميدل اير كليفت اذا تتذكرون محاضره الاناتومي اكو فالوبيان تيوب، وداخل هذا الفالوبيان تيوب يمشي الفيشن نيرف. فاذا الميدل اير انفكشن انفولفينج ذس فالوبيان تيوب وانفولف ذا فيشن نيرف ممكن المريض يجي وذ فيشن نيرف باراليسيس. بالنسبه للابرنثايتس مثل ما حكينا اذا الميدل اير انفكشن اكستند ميديالي وانفولف ذا اوفال او راوند ويندو، من هاي الاوفال والراوند ويندو ممكن يدخل للانر اير ويعمل انفكشن اوف ذا انر اير واللي يسمى لابرنثايتس. راح ناخذ الاكيوت ماستويداتس والفيشن نيرف باراليسيس من الاكسترا كرينيال كومبليكيشن. الاكيوت ماستويداتس اذا نيجي نعرفها هي acute inflammation of mastoid air cells. طبعا كل ال acute otitis media، كل المرضى اللي يعانون من acute otitis media يصير عندهم attack of mastoiditis. بس after resolution of the acute otitis media عادة ال mastoiditis راح heal with the attack of acute otitis media. بس مرات ال infection in the mastoid air cells extend beyond the mucosal line ويدخل deeper to the bone. فيصير معها بيري اوستيايتس واوستيايتس. اذا وصل البون وعمل ديستركشن للبوني سيبتم بتوين ذا اير سيلز او هاي يسموها الترابيكولي، بهالحاله الكيس راح تصير ككومبليكيشن اوف اكيوت اوتيتس ميديا. فالاكيوت ماستويداتس هي اكيوت انفلاميشن اوف ماستويد انترم اند اير سيلز وذ ديستركشن اوف بوني سيبتا بتوين ذا اير سيلز. يعني من صار ديستركشن اوف ذا بون صار كومبليكيشنز of the acute otitis media. طبعا عادة مو كل المرضى اللي يعانون من acute otitis media راح يصير عندهم acute mastoiditis. عادة تعتمد على virulent of the microorganism. إذا كان microorganism virulent و aggressive ممكن يؤدي إلى حدوث acute mastoiditis. اثنين immunity of the patient. نحن عادة acute mastoiditis ترشحها بال younger age group تقريبا 2 to 3 years old. بهذا الايج جروب عادة تكون الاميون سيستم immature والاميونيتي كلش قليله، فالانفكشن بالماستويد اير سيلز راح يكون بروجريس وينفولف ذا بون ويعمل له ديستركشن ويتحول الى اكيوت ماستويداتس وماستويد ابسس. مثل ما حكينا بالبدايه راح يصير انفكشن اوف ذا اير سيلز وراح يصير ديستركشن للبون سيبتم بتوين ذا اير سيلز، راح تتحول الى سنجل كافيتي. هاي الماستويد اير سيلز راح تتحول الى سنجل كافيتي فيلد وذ باس
وممكن مع الوقت تعمل لنا ديستركشن للاوتر تيبل اوف ذا ماستويد وتدخل سبيري اوستيال، تعمل لنا سبيري اوستيال ابسس بوست اوريكولار مثل ما تشوفون. ممكن ايضا هاي الابسس يصير بيها رابتشر تتحول الى فيستولا، شوفوا هاي الفيستولا زين يسموها بوست اوريكولار فيستولا ديو تو رابتشر اوف سبيري اوستيال ابسس. كلينيكلي طبعا المريض يجي وبرزنتيشن ماله نفس البرزنتيشن اوف اكيوت اوتايتس ميديا، عنده اوتالجيا وديسشارجنج اير وديفنس بالاضافه للجنرال سيمتومز فيفر هيديك ماليز انوركسيا. بالاكزامينيشن راح نرشع اكو بوست اوريكولار سويلنج ريدنس وسويلنج، واذا نعمل بالبيشن واكو سبيري اوستيال ابسس وصلت مرحله الابسس راح نرشع فلكتويتد بوشينج ذا اوريكل فورورد وداونورد مثل ما تشوفون زين. واذا نفحص الاكسترنال جيتري كانال راح نشوف اكو تمبانيك ممبرين بيرفوريشن ده يجي منه باص، وهذا الباص اذا نجي نسحبه راح بعد ما نسحبه راح يرجع ري اكيوميليت يسموها ريسيرفوار ساين، لانه الباص ده يجي من الميدل من الماستويد اير سيلز والماستويد انترم، فكل ما نسحب من الاكسترنال جيتري كانال يرجع الباص يجي من الكافيتي ويدخل داخل الاكسترنال جيتري كانال، فهي يسموها ريسيرفوار ساين، هاي يدلنا على انه المريض يعاني من اكيوت ماستويدايتس. ممكن نشوف ساجينج اوف ذا بوستيرو سوبيريور وول اوف ذا اكسترنال اوديتري كانال، شوفوا هذا الساجينج مثل خزفه نتيجه الاوستيايتس اوف ذا ماستويد انترم، هاي كلها نشوفها بالاوتوسكوبيك اكزامينيشن. اذا ندز المريض فور انفستيجيشن، اول شيء السواب فور كلتشر سنسيتيفيتي زين، بيور تون اوديومتر نرشع المريض يعاني من كوندكتيف هيرينج لوس. اذا دزينا المريض ايمجينج ستدي الاكس راي راح نشوف loss of cellular of aeration of the middle of the mastoid antrum، راح نشوف acellular او cloudness، او اذا الماستويد تحولت الى cavity راح نشوف osteolytic cavity in the mastoid antrum مثل ما تشوفون بالصوره. طبعا السي تي سكان يكون مور اوبفيوس، اذا نقارن الجهه اليمين مع الجهه اليسار راح تشوف اكو هيزينس اوباسيتي involving the mastoid air cells، هاي يدل على انه المريض صار عنده complication of acute otitis media واللي هي acute mastoiditis. طبعا differential diagnosis of post auricular swelling اما تكون suppurative post auricular lymph node corneoculosis of external auditory canal او infected sebaceous cyst. ال treatment acute mastoiditis مثل ما حكينا complication of acute otitis media المريض need admission، ننطينه parenteral antibiotic بالبدايه برود سبيكترم وبعدين نغيره على حسب الكلتشر وسنسيفيتي مع مونيتورنج اوف ذا كونديشن. اذا شفنا ماكو ريسبونس within 2 days او الكونديشن اوف ذا بيشنت بروجريس، او شفنا اكو بالسي تي سكان او بالاكزامينيشن اكو فيتشرز اوف سبيري اوستيال ابسس، هالحاله نتجه للسيرجيكال تريتمنت. والسيرجيكال تريتمنت اول شيء مارينجوتومي، نفتح التمبانيك ممبرين اذا ما كانت مفتوحه، اذا ما كان اكو بيرفوريشن نفتح التمبانيك ممبرين حتى نقلل من التنشن بالميدل اير كليفت. والخطوه الثانيه نفتح الماستويد اير سيلز كلها بوست اوركولر ثرو بوست اوركولر انسجن حتى نعمل ايفاكويشن للبص ونشيل كل الابنورمال الميوكوزا، هاي يسموها كورتيكال ماستويدكتوم. الاذر كومبليكيشن اوف اوتايتس ميديا مثل ما حكينا هو الفيشل باراليسيز، وهذا الفيشل باراليسيز عاده يكون نتيجه اما الاكيوت اوتايتس ميديا او الكرونيك اوتايتس ميديا. بحاله الاكيوت اوتايتس ميديا الفيشل نيرف باراليسيز يكون نتيجة involvement of the facial nerve by the infection. شوفوا هذا الدايجرام، هاي الميدل ear cleft. Posteriorly immediately و posteriorly facial nerve يدخل داخل what we call the fallopian tube. هذا الفالوبيان tube هو bony tube و protect the facial nerve when it course the middle ear cleft. مرات هذا الفالوبيان tube يصير بينه dehiscence، تقريبا 10% من المرضى اكو بهذا الفالوبيان تيوب اكو ديهيسنس. فاذا صار اي انفكشن وكولكشن اوف بس ان ذا ميدل اير كليفت ممكن هذا الانفكشن انفولف ذا فيشن نيرف باي ايديما اند انفلاميشن، والمريض يجي وذ فيشن نيرف باراليسيس. طبعا بحاله الاكيوت اوتايتس ميديا الاتاك اوف فيشن نيرف باراليسيس هو صدن، يعني المريض ينام يقعد يرشع نص وجهه مشلول، فالاونسيت يكون صدن زين، والمريض عنده features of acute otitis media. نيجي نفحص المريض نرشع التمبانيك ممبرين بلج والميدل اير كليفت filled with pus، بهالحاله لازم المريض يحتاج urgent intervention، وهذا الانترفينشن عاده اذا تذكرون بالمحاضره مال acute otitis media
المارينجوتومي اللي هي نفتح التمبانيك ممبرين وايفاكويت ذا باس، واحده من الانديكيشن هو فيشن نيرف بارالسيس. فالمريض اللي يعاني من اتاك اوف اكيوت اوتيتس ميديا وجاوز سادن اونست اوف فيشن نيرف بارالسيس لازم نعمل ايفاكويشن الميدل اير كريفت ثرو انسجن ان ذا تمبانيك ممبرين، وهاي العمليه يسموها مارينجوتومي. بالنسبه للكرونيك اوتيتس ميديا الموضوع مغاير. بالكرونيك اوتيتس ميديا الفيشن نيرف باراليسيس عاده نشوفه بالكوليستياتوما تايب، يعني بالتايب اوف كرونيك اوتيتس ميديا اللي هي اسوشيتد وذ كوليستياتوما. الكوليستياتوما مثل ما حكينا هي ساك والجروث مالتها يكون اوت اوت تو ذا اوت سايد وتعمل ايروجن للسراوندينج ستراكشر. اذا كان الجروث مالتها توورد ذا فالوبيان تيوب من باب اولى انه راح تعمل ايروجن للبوني تيوب او البوني كانال اللي كونتين ذا فيشن نيرف، وراح تعمل ايروجن وبالتالي راح تدخل داخل الكانال وراح تبدي تعمل بريشر للفيشن نيرف. طبعا ما راح تبدي انفولف ذا فيشن نيرف، المريض راح يبدي يعاني من فيشن نيرف باراليسيس، بس الاونست اوف فيشن نيرف باراليسيس ان كرونيك اوتيتس ميديا عاده يكون انسيدوس جراجوال على عكس الاكيوت اوتيتس ميديا. بالاكيوت اوتيتس ميديا قد يكون ابربت وصدن، بينما بالكرونيك اوتيتس ميديا وذ كوليستياتوما البريشر راح يكون جراجوال للفيشن نيرف، فالبرزنتيشن اوف فيشن نيرف باراليسيس راح يكون جراجوال زين سلولي بروجريسيف، والتريتمنت مالتها ايضا سيرجيكال ارجنت اكسبلوريشن اوف ذا ماستويد انتروم، ونشيل الكوليستياتوما ونقلل من البريشر على الفيشن نيرف وحتى نحاول نصلح الفيشن نيرف باراليسيس مع الوقت باي ديكريزنج ذا بريشر تو ذا فيشن نيرف. هذا فيما يخص الفيشن نيرف باراليسيس ان كيس اوف كرونيك اوتيتس ميديا وذ كوليستياتوما. الاذر كومبليكيشنز حكيناها هي البتروسايتس اللي هي extent of the infection to the petrous apex اللي شوفتوكم هو بالتمبورال بون، هذا كان يعني كل الشرير ما كثير نشوفه بالمرضى. الاذر كومبليكيشن اللي حكينا عليها اللابرنثايتس اللي هو معناه انه extension of the infection from the middle ear cleft to the inner ear through the oval or through the round window و involve the inner ear اللي هي الفيستيبيول والكوكليا by the infection، فالمريض يعاني من what we call labyrinthitis. واللابرنثايتس بيها 3 تايبس circumscribed وسرس واوكسيداتيف لابرنثايتس، ما ذكرت لكم اياها بالمحاضره بس حتى يعني تكون الصوره واضحه عندكم انه الميدل اير كليفت ممكن extension of the infection to the inner ear ويؤدي الى حدوث اللابرنثايتس. وطبعا اذا صار لابرنثايتس المريض راح يعاني من hearing loss، وهو والتايب اوف hearing loss هو severe sensory neural hearing loss attack of vertigo with tinnitus. هذا فيما يخص الـ complication of otitis media. هون خلصت المحاضرة مالها اليوم، وأنا بالنسبة لي خلصت لكم كل المحاضرات.